ملاجينيا هي أغنية من التراث الإسباني، يمكن من أشهر المقطوعات على الجيتار. هي يعني ممكن تلاقيها بمية طريقة مختلفة. هي زي ما تقول قالب موسيقي أكتر من هي أغنية. إحنا النسخة بتاعتنا هنا نسخة سهلة مناسبة للمستوى الأول. هنستخدم في الجزء الأول الشهير للأغنية الفري ستروك باستخدام البي والإم. الأغنية عامة فيها خدعة إن أنا بعزف بسرعة. يعني إيه؟ يعني أنا لو كنت بعزف ده السرعة اللي أنا كنت بعزف بيها، دي سرعة بطيئة مش سرعة سريعة، لكن عشان أوحي للي قدامي إن أنا بعزف بسرعة، أنا بعد كل نغمة بعزفها بالإبهام بالبي بزود نغمة إي على الوتر الأول الأوبن باستخدام فينجر الإم. يعني هتبقى فبدي إيحاء للي بيسمعني إن أنا بعزف بضعف السرعة اللي أنا بعزف بيها. طيب هنبدأ مع بعض النغمات واحدة واحدة. السطر الأول هيبقى همسك فيه أول جزء، همسك نغمة الإي على الوتر الرابع والجي شارب على الوتر الثالث باستخدام صباع واحد واثنين، وبعدين هعزف بي اللي هما نغمات الإي الجي شارب والبي، يعني الوتر الرابع والثالث والثاني، الرابع والثالث والثاني باستخدام الإبهام. والام دايما بتعزف لي نغمة الاي اللي دايما بلاقيها متكررة على النوتة. المزورة الثالثة هنزل صباعي الثاني على نغمة الاي وصباعي الاول على نغمة السي عشان اعزف سي، اسف، اي سي بي. البي هجيبه عن طريق ان انا اشيل صباع الاول، اعزف الوتر الثاني اوبن، بي A اللي انا لسه ما سبتوش كنت لسه ماسكه A، بعدين G هشيل صباع التاني اعزف الوتر التالت open، F هتبقى من على الوتر الرابع الفريت التالت، E ماشي. انا كده ابتديت في السطر التاني، هيبقى عادة بالظبط للسطر الاول، هيبقى يعني بس مش هقول E مرتين، يعني اخر حتة كانت A G F E G sharp B E sharp B A C B A G F. بعدين بداية السطر الثالث في أربع نغمات مكتوبين فوق بعض، هما ال E وال G sharp وال B وال E، وهعزفهم مطلوب مني إن أنا أعملهم strumming باستخدام الإبهام وأمشي على الجيتار من الوتر الرابع لحد الوتر الأول. الجزء الثاني من الأغنية هو الجزء اللي فيه لحن شوية، مطلوب مني ان انا اعزفه ريست ستروك بالاي والام، يعني بكادو. هيبدأ بنغمة الـ A B A B C B A G F E 2 3. لما اوصل نغمة الـ E والـ F هعزفهم بالاي والام برضو، مش هنقل للبي، هيفضل بالاي والام ريست ستروك. بعدين السطر الرابع اي بي اي بي سي بي سي دي اف اي 2 3. وبعدين الجزء اللي بعده هيبقى تكرار بالظبط زي من اول اغنيه لحد الاخر. طيب احنا دلوقتي هنعزف الجزء الثاني من الاغنيه، هنعزفه، انا قلنا ان هو اعاده بس احنا هنعزفه ثاني توضيح اكتر للاغنيه. يبقى اي جي شارب بي اي جي شارب بي اي سي بي اي جي اف اي. انا مش بقول نغمه الاي اللي فوق اللي هي دايما بتتكرر، يعني هي المفروض اي اي جي جي اي بي اي، دايما الاي اللي فوق عماله تتكرر، فانا مش بقراها على اساس ان هي اوريدي، ما انت خلاص هنعزفها دايما بالام، فينجر دايما هيرد على البي. اخر جزء هيبقى جي اف باستخدام الابهام، بنزل
سترامينج على الاربع اوتار، مش بضغط جوه الجيتار قوي عشان ما تراش صوت مزعج، خفيف على الاوتار بعزف. طيب وانا بتدرب على الاغنيه دي اقسمها لمراحل. اول مرحله ان انا هعزف اللحن الاساسي اللي هو بيتعزف بالابهام، هعزفه لوحده، يعني هثبت صوابعي تحت على الوتر الاول او على الاقل صباع الام، وبعدين هعزف ببطء شديد في الاول A C B A G F لحد ما احفظ اللحن، بس مهم قوي ان انا اعزفه بالبي، وبعدين ابدا ازود الام بعد كده. افتكر ان انا بعزف الجزء بتاع تاتي 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 ده بالفري ستروك بالبي والام، الجزء بتاع الريست اللحن بعزفه ريست ستروك بالاي والام.